مهرجان سمحة على التوالي في يومه الثاني على التوالي انطلق على البركة والتوفيق هذا الشوط الثاني في مجموع الأشواط. الشوط الأول الرئيسي شوط المجسم، شوط السيارة الثمينة، شوط التسعيرة الثالثة، شوط الذهب وشوط التاريخ. وشوط الذهب ينطلق حاملا الكثير والكثير من الأسماء المميزة. يا لها من أسماء تشارك، يا لها من شعارات ممتعة. مباشرة مع تعداد الأسماء الخمسة الأولى المركز الأول والصدارة، هنالك ملفت محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. الله 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 الله. بينما بدوري أنتقل نقلة رائعة إلى أشقر، محمد بن سالم بن محمد بوثم العامري مع المركز المركز الثاني. بينما بدور المركز الثالث هنالك الوصول، الوصول من هذا الاسم القوي من الجهة الاخرى، ما يخاف احمد بن الحمدي بن سالم الدرعي يشاركنا هذه المشاركة القوية. بينما الوصول ايضا من احد الاسماء القوية هو المنطلقة والباحثة عن الرمز والباحثة عن الذهب والباحثة ايضا عن تسعيرة هذا المهرجان، هنالك عنيد محمد بن عوض بن خويت من العامري على رابع الأسماء. وبينما المركز الخامس هنالك عناد أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على المركز الخامس. هذه هي الخمسة الأسماء، ولكن ماذا بعد الخمس؟ وما ثقل الخمس اللي ذاتهن؟ يا سلام يا سلام. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى صدارة هذا الشوط، أعود إلى القوة، أعود إلى الانطلاقة. هنالك في مقدمة هذا الشوط المميز، الله 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 الله، المركز الأول والصدارة. المركز الثاني هنالك القوة، هنالك عناد أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي يضغط ضغط قوية على ما يخاف أحمد بن الحمدي بن سالم الدرعي وينتزع بساط المركز الأول. يا سلام يا سلام يا الدرمكي. المركز الثالث هنالك قوة، هنالك إثارة، هنالك متعة مع صدارة ومع الانطلاق القوي، مع هذه الانطلاقات، مع التحية، مع القوة. إذا على المركز الثاني هنالك لافي سعيد بن سيف بن حمد بن فارس الشامسي، من احتل المركز الثاني في هذه اللحظات القوية والرائعة والمميزة. يا اخواني توضيح الارقام مطلوب يا ايها الملاك الاعزاء. المركز الثالث هنالك اشقر محمد بن سالم بن محمد بوثم العامري، يا لها من شعارات قوية قادمة. المركز الثالث وصل، وصل الخروف، وصلت القوة، وصل التحدي، وصلت الإثارة، وصل الفوز، وصلت القوة. يا سلام يا سلام على هذه الماركة التي اشتهرت بقوة إلى عالم التحدي وإلى عالم الإثارة. هنالك الخروف مسلم بالذويب العامري مع المركز الثاني، ينتقل نقلة جميلة، ولكن ترحيب خاص بهذا الشعار الذي وصل شاهين عبيد بن حلوس العامري على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس وصل ما يخاف، وصل بالحمدي، وصل الدرعي مع القوة، هذا هو واصل على المركز الخامس. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الانطلاق. لحد يقول يا أخواني الجهاز ما اشتغل، لحد يقول يا أخواني المسافة ما نعرفها. نقترب منه، نقترب من لافة الكيلو والمئتين، نغادرها. والكيلو المتر الأخير يرحب بهذا القدوم، يرحب بهذا الضغط، يرحب بهذه الشعارات القوية والرائعة. وهنالك عناد، من عاند على الرمز، من عاند على المجسم، ولكن ولكن الخروف، وصل الخروف، وصل الخروف على المركز الأول وعلى الصدارة. يا سلام
مسلم بسعيد مذويب العامري على المركز الاول. المركز الثاني هنالك مقبل عبيد بن حمد بن جار الله بسالمين المري. وعلى المركز الثالث يا لها من قوة كفو وصل محمد بن عوض الخويتم العامري على المركز الثالث. بينما المركز الرابع والضغوطات القوية هنالك بالحزمي وصل العامري وصلت القوة وصل هنالك الأسماء المميزة والرائعة. وارصد للمركز الخامس وصول من كفو عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي في رأس خبر الخيالي. يا سلام يا سلام يا هو ضغط يا هي قوة يا هي إثارة. ارصد لي من السادس إلى الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول كفو والله يا الخيالي على هذه الانطلاقات الرائعة. كفو هو بالفعل كفو عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي. وهنالك المحاولة مياس محمد بالحزم بن قناص العامري على المركز الثاني. المركز الثالث كفو محمد بن عوض خاتم العامري. ولكن كفو كفو يا سلام كفو سلام يا سلام يا سلام يا خزنة عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي. وصباح الخير يا الخزنة صباح الخير يا الذهب صباح الخير يا مالك كفو صباح الخير يا الخيالي مع القوة ومع الناموس. ما شاء الله المركز الأول كفو عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي. وفي المركز الثاني هنالك الوصول القوي من مياس محمد بن حزم بن قناص العامري. وعلى المركز الثالث مشاهدين الأعزاء كفو الآخر محمد بن عوض بخويت بن عامري. وعلى المركز الرابع مشاهدين الأعزاء مقبل عبيد بن حمد بن جار الله بسالمين المري. وعلى المركز الخامس كانت القوة حاضرة مع الخروف مسلم بن سعيد بن ذويب العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء رأينا الانطلاق رأينا المجسم ورأينا السيارة ورأينا الناموس ذهب مع من يستحقه. كفو بالفعل أنك كفو أدى العروض الرائعة حتى خط النهاية واستطاع أن يهدي هذه الخزنة هذا السلام والتوقيت الزمني الذي رافقه. سلام وتحية لخيالي سلام سلام يا بن سبت سلام على هذه الانطلاق. عز الله أن التوقيت مميز ورائع. هنالك التوقيت 7:44 من الثواني. وكانت التحية العظمى لمالك هذا المميز كفو عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي. بينما من حل ثانيا وأدى العروض الرائعة فكان مياس العود هنالك مع محمد بن العزمي محمد بن الحزمي بن قناص العامري. والتوقيت الزمني 7:41 يتيما واحدا من الثواني. وبينما من حل المركز الثالث توقيت الزمني 7:42 من الثواني. فكان نصيب المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كان كفو لمحمد بن عوض بن خويتم العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنطلق أشواط أخرى وتهانينا والناموس لكل الفائزين. والزميل حمدان الجحافي يصف لنا قصة عظمى أخرى تنطلق مع هذه الانطلاقات لسن اللقاية لأبناء القبائل.